كل رمضان وانتم بألف خير. فقرتنا لليوم رح تكون عن تحضير فتة الحمص بطريقة صحية على وجبة السحور. كثير من الأشخاص بحبوا الحمص وبيعانوا من النفخة مرات لما يتناولوه، بس في عنا بعض النصائح اللي ممكن نتبعها عشان نقلل من الغازات والنفخة لما نتناول الحمص. أول إشي لما نجيبه طبعاً إحنا الحمص الناشف كثير مهم ننقعه أكيد بالماء، ولما ننقعه بدنا نغير ميته أكثر من مرة. هذا بيساعد على تخلص من السكريات اللي بنسميهم أوليغوسكرايتس الموجودة بالحمص، وكل ما غيرنا المي كل ما كانت هالسكريات راحت وقلت من النفخة. كمان نقدر نعمل إشي تاني، لما نسلق الحمص أول سلقة مثلا غلينا المي نكب ميتها بعدين نرجع نسلقها مرة تانية أو ثالثة، هيك بخفف كتير من السكريات اللي بتسبب غازات للأشخاص. هلا بالنسبة لوصفتنا اليوم كتير سهلة، رح نحتاج مكونات التالية: 500 ملي جرام تقريبا علبة كبيرة من اللبن قليل الدسم، 3 حبات من الخبز، ممكن الخبز الأبيض طبعا لأنه هي وصفة هاي تقليدية فمرات ممكن الأسمر يغلبنا بالنكهة بس ممكن نخلط أسمر وأبيض، 2 سنتوم طبعا بقدونس مفروم تقريبا معلقتين، 3 معالق كبيرة من الطحنية، كمون أكيد إشي أساسي، وملح، لوز محمص ممكن حمصه بالفرن. رح نستخدم 3 معالق كبيرة من عصير الليمون، والحمص طبعا هذا ناشف أنا سلقته حطيت عليه كمون كمان عشان يخفف من الغازات، وأكيد مية السلق رح نستخدمها عشان نحضر هاي الفتة. خلينا نشوف الطريقة. أول إشي بدنا نحضر الخلطة. قبل الخلطة خلينا بس نحط الخبز ونحط عليه من المي عشان يتشرب، فنحط الكمية من الخبز. تقريبا تاخذ خبزتين لثلاثة حسب الكمية. هلا بعد هيك رح نحط الحمص، حمص المسلوق. ورح نحط المي، مية سلق الحمص. هلا بنحط من مية سلق الحمص، واكيد لازم تكون سخنة هاي المية، طبعا مفيدة جدا لانه كل الفيتامينات والمعادن بتكون موجودة، بس قلنا للنفخة ممكن نغيرها مرة مرتين بعدين بنستخدمها. هاي هلا بنتأكد انه مغرقة مزبوط هيك بيعطي طراوة تقريبا. هلا اخر اشي رح نعمله رح نجهز خلطة اللبن، طبعا هاي احنا بنخفف شوي من الطحنية وبنزيد من اللبن عشان نخفف من السعرات الحرارية الموجودة. رح نحط 3 معالق كبيرة من الطحنية، ورح نحط معلقة صغيرة ملح، ما بدنا نكتر أملاح عشان بيزيد الشعور بالعطش. بالنسبة لهاي الفتة الكوب منها بيحتوي على 144 سعرة حرارية، 7.38
جرام من البروتين، 4 أو تقريباً 5 جرام من الدهون، 18 جرام من النشويات، 129 ملي جرام من الكالسيوم، وتقريباً 2 ملي جرام من الحديد. نصيحتنا لليوم تتعلق بالعصائر. كتير بدنا ننتبه للعصائر اللي بنشربها خلال شهر رمضان، وبدنا ننتبه انه في عنا بعض العصائر زي عصير التفاح وعصير الإجاز ممكن يؤدي شربهم بكميات كبيرة لحالات من الإسهال، لأنهم غنيين جدا بسكر الفركتوز، وشرب كميات كتير كبيرة خاصة من ناحية الأطفال بيؤدي لتجمع السوائل في الأمعاء والإصابة بالإسهال. وأكيد أحسن إنه ناخد إحنا الفواكه الطبيعية، ممكن نتناول حبة من الفاكهة بعد فترة السحور أو عشية عشان ناخد من حصصنا اللي بنحتاجها من الفواكه يوميا، ونقلل كتير من العصائر ونستبدلها بالمي والسوائل التانية. ليش؟ لأنه هاي العصائر فيها كمية كبيرة من السعرات الحرارية وكمان السكريات. بتمنى لكم تصوموا صيام صحي، وأكيد صوموا بصحة، ونلاقيكم بفقرة جديدة.